60 للاستقلال الجزائر. وكل ما أقوله يعني للمشاهدين ولهذا الشعب، مبروك عيدنا وبارك الله فيكم، واللهم احمي هذا الوطن، واللهم اجعل كيدهم في نحرهم لكل من يكيد لهذا الوطن. معكم رئيس بلدية أبو عناني عيسى. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما لاحظتم معنا اليوم كانت عندنا عيد الاستقلال 5 جويلية عيد الاستقلال، كانت عندنا عدة نشاطات من بينها استعراضات بعض الرياضات، كان التنسيق ما بيني وبين المجلس تاعي، والحمد لله كما قال لك ربي وفقنا ونجحنا هذا العرس الوطني هذا. أمين متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي سابقا ومدرب الفنون القتالية حاليا، تم استدعاؤنا من طرف المجلس الشعبي البلدي لسيدي أحمد. أمين متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي سابقا ومدرب الفنون القتالية حاليا، تم استدعاؤنا من طرف المجلس الشعبي البلدي لسيدي أحمد. معكم رئيس بلدية أبو عناني عيسى. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما لاحظتم معنا اليوم كانت عندنا عيد الاستقلال 5 جويلية عيد الاستقلال، كانت عندنا عدة نشاطات من بينها استعراضات بعض الرياضات، كان التنسيق ما بيني وبين المجلس تاعي، والحمد لله كما قال لك ربي وفقنا ونجحنا هذا العرس الوطني هذا. النائب أبو عناني عبد الكريم عن الدائرة الانتخابية لولاية سعيدة، بمناسبة الاحتفالية الذكرى 60 لعيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية، أقدم تهانية خاصة إلى كل الشعب الجزائري والساكنة ولاية سعيدة وكل مواطني ولاية سعيدة، وأقول لهم هنيئا بهذا الاحتفالية بهذا العيد الاستقلال الذي ضحى به مجاهدين والشهداء رحمهم الله، ونقول المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.